الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم ذلك وضيع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة أنت أعلم بحوائجنا يا الله فاستجبها يا الله كل فقدها يا الله كل حاجاتنا إلى كثير وسؤال إلى كثير دعاء إلى كثير أنت من بهم بشر فاستجبها يا الله فقدها يا الله كل أما ذنوبنا ذنوبنا كثيرة واغفرها يا الله كلها وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واسبي أمراضنا وخيرا بدنا شفاء عاجلا لا يغادر بعده وسقما وجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد من هي أمة سيدنا محمد من بني الصالح من بني الصالحين نحن جنتك النعيم على هذه النية قدين الصالحة وعلى من أولي محمد البوسري بكرة البردة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تذكر جيران بذي سلم مسجد دمعا جرى من مغلة بذا من أمهبة تلقائك أنظمة أو مطر بل في الظلماء من فما لأينك إن قلت فوفا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يا هيمي أيسب السب أن الحب منكذب ما بين مساجم من هو مضطرم لولا الهوى لم دور دمعا على ضلال ولا أريق تلد غربان والعلم ولا أردك لون عبرة وضل ذكر الحيا للحيام فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عند الدمع والسقم وأثبت الوجد خط عمرة وضعنا مثل البهر على خديك والعنى من عمسر طيب من أهوى فأرقني والهب يعترض اللذات بالعالم يا لائمي بالهوى العذر معذرة مني إليك ولك السبت لم تلومي عددكها لي لسر بمستدر عن الوشاة ولا دائم بمنحسم محدن نسألك لست أسمعه إن المحب عن الأدال في صمم إني اتهمت الناس يا السيب في عندل والسيب أبعد في نسف عن الدهم فإن أمرت بالسوء من تعظت من جهلها بنادر الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كغضب ألم برأس غير محتسم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدل منهم بالكذب من لي برد جماح من وواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا دار بالمعاش كسر سهوتها ان الطعام يقوي شهوة النائم والنفس كالذبل تهمله شبع لهم بالرضا وينفضم فاشرب هواها وحذر ان توليه ان الهوى ما تولى يسمي او يسمي ورائها وهي في الاعمال سائمة وان هي استهلت المرعى فلا تسم كم حسنة لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري ان السم في الدسم وسد سائس من جوع ومن سباع فربما مصد شر من الضحم واستفرغ جمع من عين قد امتلأت من المهارم والزمهم يتندم وخلف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محدك النصف الدسم
المساهم ولن تطيع منهما حسما ولا حكما فأنت تعرف قيد الحسم ولا حكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسمت به نسلدي عقومي أمرتك الخير لكن ما احتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولن تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم إذا لم تسنة من أحيا الظلام إلى أن استكت قدمه الضر من ورم والسند من شغب أنشأه وطوى تحت الهجرة كالسمدر فالأدم وروجته الجبال السم من ذهب النفسي فعرها أيام السمام وأكدت سده بها ضرورته إن الضرورة لا تعض على الهسام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم ترج الدنيا من العدم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وقد حمد عائل الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فقل نبينا بخلق وفي هلك ولم يدنه بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البر أو رسفا من الديم وواقفنا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من سكلة الحكم فهو الذي دممنا هو سورته ثم استفاه هميبا بريء النزم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعما دعته النصر في نبيهم واحكم بما سد مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما سد من شرف وانسب إلى قدره ما سد من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حظ فيعرف عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آيته عظما أهي اسمه إن يدعى دارس الرمم لم ينتهن بمن تهي العقول به إرس علينا فلم نرتب ولم نهم يعي الورى فهم من له فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النية من تسلوا عنه بالهلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نورهم بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه هلك بالحسن مستمر بالبشر متزم كالزريف ترف والبدر في شرف والبحر في كرم واهدر في إمام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر إن تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لو طيب يعضل دربا ضم أعظمه طوبى لمنتسك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم أبنى مولده وأطيب عنصره يطيب مبتدا منه ومهتدم يوم تفرس فيه البرس أنهم قد أنذروا بهلول البؤس والنقم وبدا إيوان كسرى وهو منصريع كسم لأصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من عزب عليه والنهر ساهي العين من سدم وساءس ودعا وضت بحيرتها ورد وردها بالغيظه نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تطيب والأنوار سطيعة والحق يدهر من معنى ومن كلم عمو وصم فعلان البشائر لم تسمع وبركة الإنذار لم تسم من بعد ما أخبر الأكوان
ومكانهم بأن دينهم المؤجل لم يقوم وبعدما عينوا في الأفق من سهوب مقدد وقام في الأرض من صنم حتى ودى عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يبقوا إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرحة أو أسكروا بالهاس من راحتيه رمن نمدا به بدتت بهم ببطنهما نمدا المسبه من السائم والدقيم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبي بقهر الخلق كلهم جاءت لدعوة الأشجار الساجدة تمسي إليه على سكن بلا قدم كأنما سطرت صدرا لمن كذبت فروعها من بدي الخلق باللقم مثل الغمامة النسر سائرة تقيها الروادس للهاجي ريحم أقسمت بالقمر المشتاق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق بالغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من عرم ظنوا الحمى ما وظنوا العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تهم وقاية الله أو ندعم مضاعفة من الضرع وعن علم من الهدوم ما سمن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونرت جوارا منه لم يضم ولا التمسك نظارين من يده إلا استلمت النادى من خير مستلم لا تنكر ويا من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينام فدكه نبلغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم يا بارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمنتهب كم امرأة واسبا باللمس راحته وأدلقت عاربا من رفقة اللمام وأهيت السنة سحبا دعوته وتأكد غرة في العنصر الدهم بعهد جد أو هلت البطا حميها سيب من اليم أو سيل من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك في الخلق كله ميدان ووسفي آية له ظهر ظهورنا للقرى ليلا على عالم فالدر يزداد حسنا وهو منتدم وليس يقوس قدرا غير منتدم فما تضول أمل المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والسيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاني وعن عن وعن إيرم دمت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما تبقين من سباه لدسك ولا تبقين من حكم ما هربت قد إلا عند من حرب عند العهد إليها ملقي السلام ردا بلا ودودا ومعارضها رد الويو رياد الجاني أن الهرم لها مآن كموج البحر في مدد وفوق جو أريف الحسن والقيم فما تعد ولا تصع عن جائبها ولن تسام على الإكثار بالسام قرا بها عن قرها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تدلها إبدا من حر النار لضعت فتحر لض من وردها السبيم كأنها الأرض لم يبدو الوجوه به من الأسى وقد جاءوه كالهمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تنجم بل لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحظ كالفهم قد تنكر عين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا
يا خير من يما من عفو ساعده سعيا وفوق مدن العين كير رسومي ومن هو الآيات الكبرى لمعتمر ومن هو النعمة العظمى لمدن من سهريت من هرم ليلا إلى هرم كما سرى البدر في داج من الظلام وبد تدرق إلى أن نلت لدى من قبل قوسين لم تدرق ولم ترامي وقد مدك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم محدوم على خدمي وأنت تختارق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدأ سهوا لمستملك من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل لما قام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستدير عن العيون وسر أي مقتدم فهزت كل لفخر غير مستحمي وجل كل من قام غير مستحمي وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا ما سار الإسلام إن لنا من الهناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دهنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العداء أنباء بسده كنبأة أجبلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالقناة لحما آلا وضمي ودوا الفئر رفقا ذو يوم دون به أزلاء سالت ماء الإقبال والرحم بدمد الليالي ولا يدرون هدتها ما لم تقم من ليالي للأشهر الهور
كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل ضرم إلى لهم العند القارم يجر بحرها من سن فوق سبيح الدين يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدم لله محتسم يسو بمستأسل للكفر مستعلم حتى ودد ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحيم مقبولة أبدا منهم بخير أمين وخير بعل فنام ديتم ولم دائمي هم الجبال فسأل أنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسأله نين وسأل بدرا وسأل أهدا وسول أذب لهم أدهى من الوخم المصدر البدهم رنب دم ورد من الإدم كل موت والدم من الإمام نبي سمر الحط ما ترك قد أكلمهم حرف جسم ومن أنجم ساقي السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بسمة من السلام تهدي إليك رياح النسر فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الحيل نبت ربان من شدة الأزم لا من شدة الهسوم طارت قلوب العيد من بعثهم فرقان فما تفرق بين البهم والبحم ومن تقوم برسول لله نصرته إن تلقه الأسد في أجم هذا الدجم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمتهم في حرز ملته كالليس ألم الأسبال في عجم كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان
من خصامي كفاك بالعلم بالأم معجزة بالجاهلية والدندن في اليدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديح أستقل به ذنوب عمر مضى في السعر والهدم إذ قل دنيا ما تحسى أواكبه كأنني بهما أد يوم من النام أضعت ويا السبا بالألدين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس بتجارتها لم تسترد دينا بالدنيا ولم تسومي ومن يبع عجلا منه بعجله يا بالله وابن في بيع وفي سلام إن ذنبا فما أهدي بمنتقب من النبي ولا هبل بمنصرم فإن لذمة منه بتسمية محمد وهو أوفى الخلق من دمامه إن لم يقم في معادي أحدا بيدي فضلوا وإلا فقول يا زلة القدم عساه أن يرم الرجيم أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته على سي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحياة ينبت الأزهار بالأكام ولم أرد زهرة الدنيا لنطق تغضبت يدا زهير بما أثنى على أريمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند أولو للحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تعالى ألا باسم منقسم وإن من جندك الدنيا الوحيد
وضر الدهر ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لدك نادي من زلة أدومد إن الكبائر في الغفران قل أمامي لا ألا رحمة ربي إن يقسمها تهدي على حساب العصيان في القسام يا ربي رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منهارم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منهارم والتوب بأبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذل سهب صلاة منك دائمة أهل النبي بمن هل ومن سجم والآل ثم التابعين لهم أهل الدقى والنقى والعلم والكرام مارن نهد أدم بعد البني ريح صبا وأضرب الإساحة للإنس بالنغم ثم الرضا أن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل الدقى والنقى والهلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضايا واغفر إلى كل المسلمين بما يدلو في المسجد الأقصى وفي الحرام بجاء من بيته في طيبة حرام وإذ مه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المهدر قد هدمت الحمد لله في بدء وفي عدم يا رب بوادم لقاريها وسميها بهزن حتمة يا مولى
حجي الأمم والمسلمين جميعا قل لما دوليات آمين تذكر جيراني بدي سلامي أبيادها قد أتت سدي مئدين فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولا يصل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا تقبل منا دعائنا مسي سورة الفاتحة.